لا تتوفر أدلة كافية على وجود صلة بين استخدام المراهقين للتكنولوجيا وإصابتهم بمشاكل الصحة العقلية، وفقا لما كشفته دراسة جديدة من جامعة أكسفورد نشرت يوم الثلاثاء، والتي يمكن أن تطرح مجموعة من التساؤلات حول السياسات والقوانين التي الحصر لها والمطبقة في ظل الفرضية القديمة القائلة بأن التكنولوجيا ضارة للأطفال. شارك أكثر من 430 ألف مراهق من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الدراسة التي استخدمت استبيانات تعود إلى عام 1991. وجد الباحثون الذين قارنوا عدة مؤشرات تتعلق بالصحة العقلية مثل الاكتئاب والمشاكل العاطفية ومدى علاقتها مع مشاهدة التلفزيون واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الأجهزة الإلكترونية، انخفاضا طبيعيا أو طفيفا في الارتباط بين استخدام كل من التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وبين الاكتئاب لدى أولئك الذين ملأوا الاستبيانات على مدار فترة 30 عاما التي تم دراستها. وقال الباحثون إن الحجة الشائعة التي تقول إن منصات وأجهزة التواصل الاجتماعي ضارة بالمراهقين لا تؤكدها البيانات والأبحاث المتاحة. قال البروفيسور أندي بريزيبيسكي أحد كبار مؤلفي الدراسة إنه من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات مؤكدة بشأن العلاقة بين استخدام التكنولوجيا في سن المراهقة والصحة العقلية، وقطعا من المبكر جدا اعتماد سياسات أو لوائح بناء عليها. دعا البروفيسور إلى مزيد من الشفافية من قطاع التكنولوجيا وحثهم على إتاحة بياناتهم من أجل دراسة محايدة ومستقلة. غالباً ما توجه أصابع الاتهام للتكنولوجيا بالنسبة لمشاكل الصحة العقلية بين الأطفال والمراهقين، وتحظى هذه القضية إلى جانب تعزيز الخصوصية والرفاهية عبر الإنترنت بإجماع قوي بين المشرعين والمنظمين الذين غالباً ما يشيرون إلى مخاطر الإدمان والاكتئاب والقلق بين المستخدمين. وفي حين توجد دراسات تشير إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية ضار بالصحة العقلية للمراهقين، إلا أنها قضية لا تزال مثار للجدل، ولا تزال البيانات وليدة وغير مكتملة فيما يتعلق بالتقنيات الأحدث. يتميز موضوع تأثير التكنولوجيا على الصحة العقلية للمراهقين والأطفال بالتعقيد، ولا يزال يشهد المزيد من التطورات، كما يوجد عدد من التقارير التي تشير إلى علاقة أكثر ضرراً، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية في عام 2019 على سبيل المثال بألا يقضي الأطفال الأصغر من سن الخامسة أكثر من ساعة واحدة أمام الشاشة يومياً من أجل تعزيز النشاط البدني. أما بالنسبة للمراهقين فهناك العديد من التقارير التي تربط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة حالات الانتحار والاكتئاب، وتشير العديد من الدراسات والتقارير واستطلاعات الرأي إلى أن الفتيات المراهقات يبدون الأكثر تأثراً بشكل خاص.